يعكف خبراء ترميم في مصر هذه الأيام على ترميم مجموعة من المقتنيات الشخصية للملك الفرعوني توت عنخ آمون، من المقرر أن تعرض للمرة الأولى في المتحف المصري الكبير. الجميل في موضوع المقتنيات المصرية الفرعونية عالم الأسرار. الجميل في الموضوع أن هنالك في كل يوم هنالك أشياء جديدة تطرأ على الساحة. لاحظوا الدقة، خبراء من الإخوان المتعلقين في موضوع الآثار من الخبرات المصرية كيف يقومون بالاعتناء بالتنقيب و يعني محاولة لإيجاد سر جديد من هذه الصورة. تتضمن من المقتنيات التي طبعا يعني برايسلس لا تقدر بثمن، مجموعة يعني يقولون مجموعة ألعاب، يقول خبراء أنها كانت تستخدم لأغراض تربوية من أجل المساعدة في تعريف الملك الصغير بعالم مملكة الحيوان. تشمل هذه المقتنيات اللي قاعد نشوفها بعض الملابس، بعض الأحذية، أثاث، ولكن معظمها مصنوع من الذهب المطلي أو الذهب الخالص. نعم، وأيضا عثر على مجموعة الألعاب والمقتنيات في مقبرة الملك توت عنخ آمون التي اكتشفها عالم الآثار الإنجليزي هاورد كارتر في نوفمبر عام 1922. ألعاب الملك أميرة ألعاب الملك توت عنخ آمون لما كان صغير غير عن ألعابنا طبعا، ألعابه من ذهب. نعم. فالفترة اللي كانت القصد من الألعاب التربوية مثل ما قلنا كانت تعريف الملك الصغير لما كان يدرس مثلا في مرحلة الكيجي، يمكن كانوا يدرسونه مثل حاجة، شوفي هذه بطة، يمكن يعرفونه مثلا بمثل ما قلنا مملكة الحيوان اللي قاعد يدرسها، يمكن نعم. موضوع ساينس أو موضوع حصة العلوم كان يدرسون لها عن طريق الأدوات هذه أو الألعاب. شوفي الحقبة الزمنية الفارقة ما بيننا وما بين هذه الألعاب اللي كانت موجودة في الفترة الزمنية، تكلمين عن آلاف السنين. العالم قاعد يكتشف هذا الموضوع، هي عجائب بصراحة، يعني أن أشياء تقعد هالسنوات هذه كلها.